طب روح انت. ايش في جواب هذا يا جدي؟ كلام من واحدة مجنونة. ايش بيقول يعني؟ بيقول ان دم مصطفى في رقبة نعيم واخوه، وانه كان بري من كل اللي اتهموه بيه. كريمة، ببعتلك عشان انتي اختي وصاحبتي، واللي كلت معاها عيش وملح اكتر ما كلت مع بنتي، واللي بقوله ده هتبقى مصيبة لو حد عرفه. احنا كلنا وقعنا في لعبة كبيرة قوي، لعبة ضيعت سلام وضيعت حقه وانا من وراه، وممكن تضيع اي حد فينا بكل سهولة لو ما خدناش بالنا كويس قوي. عمري ما صدقتك لما كنت دايما بتقول انك مش مرتاح، كنت مفكرك غيران، لحد ما اكتشفت كل حاجه بنفسي وقلت يا ريتني كنت سمعت كلامك. مش عايزه منك تعملي اي حاجه تاذيكي او تاذي حد مني، بس فتحي عينك يا كريم وخليها في نص راسك، وحافظي على مالنا لحد ما اخرج. الحاجات دي عملناها حته حته بدمنا، ولو حصل لي حاجه لازم حد يبقى عارف الحقيقه. احنا حاولنا تعبان في بيتنا ومحدش هيعرف يخرجه غير لو خرجت له بره. انا خلي بالك من نفسك وضي وامي وجابر لحد ما اخرج، ومحدش هيساعدني غيرك يا حمدي عشان اعمل كده واعرف اخرج من هنا. انت قلتها لي مرة هتقف جنبي، والنهاردة انا مستنية ده منك. بكرة الاتنين انا طلبت اقابل وكيل النيابة، والكلب بتاع نعيم ما يعرفش حاجة. لازم تيجي يا حمدي. انا بلغتكم ان انتوا بس عشان عارفة انكم اكتر ناس هتقف جنبي وفي ظهري، وعشان لو جرالي حاجة او جرى لحد تبقوا عارفين المرة دي مين اللي ورا كل اللي بيحصل. بس اوعى حد يتكلم كلمة واحدة قبل ما ربنا يفرجها.